ضيفي غزة. الحكومة برنامج لتعزيز متحصلات النقد الأجنبي بحصيلة 300 مليار دولار بنهاية 2030. معلومات الوزراء: الحكومة تسعى لتوفير 8 ملايين وظيفة حتى عام 2030. حياة كريمة تزور عددا من كنائس مصر وتوزع وجبات جاهزة ضمن مبادرة سبيل. وزير الثقافة الفلسطيني: موقف مصر والأردن أفشل مخطط التهجير القسري. استشهاد حفيد الشيخ أحمد ياسين مؤسس حماس ونجل الصحفي وائل الدحدوح في غزة. وزارة التعليم: 13 من يناير بدء امتحانات الطلبة المصريين في الخارج 2024. الخميس: دار الإفتاء 1445 هجرية. مدحت صالح يحيي حفل الأساتذة 3 في دار الأوبرا اليوم. الأرصاد: طقس غدا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا، والعظمى بالقاهرة 22 درجة والصغرى 11 درجة.